القبة الحديدية الإسرائيلية واضح إنها لم تعد حديدية، وصواريخ حزب الله اللي أطلقها بشكل مباغت في ساعات متأخرة من يوم الحد اللي فات على شمال إسرائيل قدرت التحايل على القبة والوصول لعدد من المناطق داخل إسرائيل، وده طبعا كرد منه على الغارات الإسرائيلية اللي تكاد لا تتوقف على الجنوب. بس هي مجرد صدفة ولا فعلا القبة الحديدية قلت فعاليتها ولم تستطيع إيقاف الصواريخ؟ وده طبعا الصواريخ عملت حرائق في عدد من المناطق. أسئلة كتير محتاجة إجابات، بس تعالوا نشوف مع بعض المقاطع اللي تم تداولها. الله أكبر. تعالوا كده نشوف مع بعض التعليقات وردود الفعل اللي اتكتبت على السوشيال ميديا على الصور وعلى الفيديوهات اللي تداولت على الموضوع. أسامة مثلا غرد على اكس وقال ولكن لا إصابات. طيب خلينا نشوف مثلا تويتة كمان من حكيم اللي شافها ضربة فعالة وقال الصواريخ تخطت الطريق 89 من دون اعتراض في عمق الجليد، أي أنها أصابت مناطق غير مخلاة أبدا، بل تستضيف لاجئين من الحدود، وهي أيقظت حوالي 70,000 مستوطن. طيب كمان في مين كمان معانا؟ في نور اللي علقت كمان وقالت فشل واضح وتعطل مضحك للقبة الحديدية.